لو الحكاية فيها إن فيديو وصل لحد فين؟ إحنا كتجار بدأ البعض منا يعمل مشكلة كبيرة أو زعلتنا كلنا. البعض شاف المواطن عايز ياخد زيت فقط، بدأ يبيع سلع تانية، يبيع سكر أو يبيع رز أو يبيع أي حاجة بسعر بخس، لدرجة ان هي سوقت سمعتنا احنا كتجار عند الوزارة او عند مباحث التموين. لما يحصل مننا احنا حاجة زي كده اهانة ليا وخسارة ليا.